في مصر بدأ ناخبو الكنيسة القبطية تصويت لاختيار زعيم روحي جديد يخلف الباب شنودة الثالث الذي رحل في مارس الماضي. ويتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين هم أسقفان و3 رهبان، والفائز فيها سيصبح باب الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرقم 118. وانطلقت عملية التصويت في الكاتدرائية المرقسية في العباسية لاختيار 3 من المرشحين 5 وتأهيلهم للقرعة الهيكلية بعد أسبوع. في أجواء منظمة وهادئة استقبلت الكاتدرائية المرقسية في القاهرة أكثر من 2400 ناخب من الأقباط الذين يحق لهم التصويت لاختيار 3 مرشحين لكرسي البابا من أصل 5 مرشحين، على أن يسحب طفل معصوب العينين اسم البطريرك 118 الأسبوع المقبل. مسألة القرعة لها مؤيدون ومعارضون ضمن المجمع الانتخابي، ولكن ليس أمام الجميع سوى الالتزام باللائحة الحالية لاختيار البطريرك. كلنا متفقين على هذا، يعني حتى احنا في المجمع المقدس كلنا قلنا اللائحة 57 فيها نقاط كثيرة عايزة تتعدل، فربنا يساعد في الفترة اللي جاية تتعدل، إنما احنا واثقين إن الأمور في الآخر في إيد ربنا. قصة القرعة دي بتريح الدنيا، إن احنا في إيد ربنا في الآخر ربنا اللي يختار. القرعة الهيكلية ملهاش أي تقليد كنسي، دي حاجة استجدت في نص القرن الماضي، يعني الكنيسة بقى لها 2000 سنة القرعة الهيكلية ما كانش ليها وجود في الطقس الكنسي. لجنة الترشيح كانت استبعدت 5 أساقفة وأبقت على 2، واستبعدت 7 رهبان وأبقت على 3، ما أوجد ارتياحا لدى جموع الأقباط خاصة بعد إبعاد أسماء بعينها كانت تسبب قلقا للناخبين. راهب برضه بيبقى عنده الخبرة القليلة عن الأسقف، الأسقف بيقدر يتعامل، عنده كيف يتعامل مع الآخر أكتر من الرهبان، لكن الاختيار الاتنين اللي هم نزلوا دول برضه سنيا كويسين، لهم تاريخ في الكنيسة مشرف جدا. على أولويات ملفات البطرك الملتهبة هو التهجير القسري للأقباط الذي تم تحت سمع وبصر الحكومة ولم يحركه ساكنا. أنا أقول أنها من أخطر القضايا التي تواجه مصر والتي تضع مصر على المحك وقد تدفعها على حافة التقسيم. البطريرك الجديد أيا كان اسمه لن يكون عليه فقط مواجهة التحديات ومطالب الأقباط في الداخل أو في المهجر، ولكنه سيكون دوما موضع مقارنة مع البابا شنودة الثالث الذي لم يعرف المصريون غيره لأكثر من 40 عاما جلس فيها على رأس الكنيسة المصرية. تامر نصرت، العربية، القاهرة. ونبقى مع تامر نصرت هذه المرة من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة. تامر، أهلا بك، كيف تجري عملية التصويت حتى الآن؟ انتهت عمليات التصويت في تمام 5 مساء بالتوقيت المحلي، وتقوم الآن لجنة الفرز بفرز الأصوات كما ذكرنا خلال التقرير وفي خلال الرسائل الحية التي قمنا بها عدة مرات اليوم. فسوف يتم اختيار 3 ممن حصلوا على أعلى الأصوات تمهيدا للقرعة الهيكلية التي ستجرى الأسبوع القادم. عندما تحدثت إلى بعض من الناخبين الذين جاءوا ليدلوا بأصواتهم وجدت أن هناك يعني ترحيب كبير بما توصلت إليه لجنة الترشيحات من استبعادات وإبعادات لبعض الأسماء التي كانت تثير المخاوف والقلق لدى الناخبين، وكانت غالبيتهم أو الكل تقريبا كان سعيدا جدا بالاختيارات التي سيقومون بالتصويت عليها. بالنسبة للمسائل التي كانت تتعلق بمسألة تعديل لائحة 1957 والتي تتعلق بانتخاب البطريرك، الكل أجمع أيضا أن هذه لابد أن تكون من الأولويات، وهناك أيضا عهد أخذ من كل المرشحين طبقا للأنبا بخوميوس مقام البطريرك بأن يتم تعديل هذه اللائحة خلال السنة الأولى لترسيم البطريرك الجديد رقم 118.
بالنسبة طبعا هناك مطالب كثيرة خاصة من أخبار المهجر بتعديل بنود هذه اللائحة تتعلق بالجنسية، يشترط بطبيعة الحال أن يكون النخب مصريا أرثوذكسيا، ولكن أبناء هؤلاء المغتربين على مر السنوات بعضهم أو عدد كبير منهم غير حاصل على الجنسية المصرية، فيجب أن يدرس هذا ويوضع في السياق المناسب، لأن عدد المغتربين أو عدد الأقباط المهجر الذين كان لهم حق التصويت اليوم بلغ 574 ناخبا، أي أننا نتحدث عن ربع الناخبين تقريبا أو خمس ناخبين إذا أردنا التدقيق. بالنسبة لنسب الحضور يعني كانت بعض أود أن أتأكد منها أن هناك ستة أساقفة فقط هم الذين لم يحضروا، أو سبعة أساقفة إذا جاء التعبير، يقف بجواري الآن أحد المصادر ويعني أن سبعة أساقفة فقط. تامر شكرا لك حتى الآن. تامر نصرة، نعتذر هناك ربما إشكالية بسيطة في الصوت من المصدر. على العموم للحديث بشكل أكثر توسعا عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمفكر دكتور إكرام لمعي. دكتور إكرام أهلا وسهلا بك إلى حدث اليوم. على أي أساس اختار ناخبو الكنيسة القبطية مرشحهم الجديد لشغل منصب البابا شنودة؟ أكيد هم هيختاروه بحسب طبيعة المرحلة الجديدة الحالية بعد ثورة 25 يناير. كل مرحلة بيبقى ليها طبيعتها، وكل مرحلة بحسب طبيعتها بيكون ليها رجالها. المرحلة الماضية من بعد عبد الناصر لغاية نهاية عصر مبارك كان ليها طبيعة خاصة، وكان رجل المرحلة قداسة البابا شنودة. بعد 25 في مرحلة جديدة فيها الثورة، فيها الديمقراطية، فيها وصول الإخوان إلى الحكم، فلازم البطريرك الجديد يكون هو رجل هذه المرحلة، سواء في علاقته بالدولة أو علاقته بالكنيسة داخليا أو علاقته بالمشاكل الموجودة على الأرض، وهكذا لابد أن يختاروا الشخص المناسب لهذه المرحلة. طيب الأنبا شنودة من خلال علاقة متميزة مع الرئيس المخلوع أو المستقيل حسني مبارك حافظ على حقوق الأقباط في مصر إلى حد ما، هل سيتوفر ذلك في الأب الجديد الذي سيرأس الكنيسة؟ المفروض أن احنا في مرحلة جديدة، والإخوان هم اللي بيحكموا البلد في هذه المرحلة، ومن السهل أنه الإخوان يكونوا امتداد للسياسة مع الأقباط اللي حصلت أيام مبارك، بحيث أنهم يعتبروا أن الكنيسة هي ممثلة للأقباط. لكن أنا أعتقد أنه لو فكروا كده يبقى ده تفكير خاطئ، سواء من الكنيسة أو من الإخوان. حاليا في ثورة وفي اتجاهات كثيرة جدا داخل الكنيسة وخارج الكنيسة، وفي كثيرين من الأقباط يعتبروا أن الكنيسة ليست حزبا لكي يمثلهم سياسيا، وأن الأقباط الذين خارج الكنيسة أكثر جدا من الأقباط الذين داخل الكنيسة، وفي تموجات كثيرة جدا في الشارع القبطي، وفي كثيرون من الأقباط وقفوا على أرض مصرية بعد موافقة الكنيسة، والكنيسة باركت هذا مؤخرا. لكن دلوقتي المفروض أنه الإخوان لا يتعاملوا فقط بطريقة حسني مبارك وقداسة البابا شنودة، لكن يتعاملوا من خلال الإنسان المصري القبطي واحتياجاته. إذن أنت مع من يقول ب بقاء الكنيسة على الحياد وممارسة دورها الروحي والديني فقط؟ ممارسة دورها الروحي والديني والوطني، لكن الناحية الوطني يعني تقوم بعمل التثقيف السياسي للشباب بتاعها، وتدفعهم انهم يكونوا مواطنين صالحين بحسب الكتاب المقدس الذي ينص على هذا، وأنهم يقوموا بأدوارهم من خلال الأحزاب
المدنية اللي موجودة على الأرض بكافة اتجاهاتها، وحتى الكنيسة لا تفرض عليهم حزبا معينا، لكن الأقباط كل شخص يختار الحزب الذي يناسب توجهه السياسي والثقافي، وده هيكون فيه إثراء للمرحلة الجاية، وهيكون فيه دفع أقوى للتلاحم الإسلامي المسيحي على الأرض من خلال الأحزاب. يعني ما يبقاش التوجه ناحية السياسة هو توجه قبطي أو توجه إسلامي، لكن يكون توجه مصري بتوجهات مختلفة ومتعددة. الكاتب والمفكر المصري الدكتور إكرام لمعي، شكرا جزيلا لك.